من شويه وانا بتكلم على انبي اتكلمت طبعا على الاستاذ ايمن الشريعي، واحد من الشخصيات الرياضيه المحترمه جدا المميزه، راجل بيفكر وبعدين بيدرس وبعدين بياخد القرار. ويمكن انا كنت من الناس السنه اللي فاتت وقلتها له مباشره، سواء كنت بقعد معاه في ماتشات فيوتشر وانبي او لما كلمته في التليفون قلت له ان احنا حكمنا عليك في بعض الامور وتسرعنا في حكمنا، وظهر في الاخر انك انت يعني على حق او رؤيتك صح، وده لك مننا التحيه والتقدير. استاذ ايمن اهلا بيك. ازيك يا فندم، اخبارك ايه، عامل ايه؟ استاذ ايمن فندم، الو، مساء الفل. مساء الجمال، مساء الجمال. ازيك يا كابتن محمد، اخبارك ايه، عامل ايه؟ مبروك، فوز مهم جدا، اداء ولا اروع، التزام، يعني تمركز، تنفيذ لخطط وتعليمات المدير الفني. اعتقد الدعم الكبير من مجلس الاداره كان له مردوده ومفعول السحر النهارده امام نادي الزمالك. الله يبارك فيك. طبعا موضوع التمركز والحاجات الفنيه دي زي ما انت عارف انا انت بتتكلمش فيها، انا عارف ماليش دعوه بيها خالص. انا عارف، انا كان يعني يهمني جدا ان انا القي الضوء على شيء مهم اللي حضرتك كنت اتكلمت عليه، مش من قصة أيمن الشريعي، لأ أنا بتكلم على فكرة النهاردة إحنا بنلعب معانا جوه الفرقة خمسة من قطاع الناشئين إم بي مؤثرين أساسيين ليهم أدوار. فرقة بقى متوسط أعمارها النهاردة 24 سنة و8 من عشرة، فرقة شابة. موضوع الخبرات اللي كانوا بيتكلموا فيه كابتن تامر مصطفى وجهازه الفني معاون او الاداري سواء سيد ياسين، كابتن رضا غداوي او خالد خليل مدرب حراسه المرمى، مدير كوره اصلا محمد اسماعيل، مجموعه متكامله تكتفت علشان تطلع الشباب ده بالصوره اللي انت شايفها دي، الشكل ده، الاخراج ده. فده بيقول حاجه مهمه جدا، ان احنا فكرة قطاع الناشئين انه هيبقى تكوين اساسي في فرقة انفي احنا بنحققه دلوقتي، هيزيد كل شوية الفترات اللي جاية، وده اللي انا بأكد عليه دايما، ده الايدنتيتي بتاعت انفي، هوية انفي. انفي اساسها الشباب الصغير اللي بيطلع من قطاع الناشئين، اللي انا بقول دايما اذا ما كانش افضل قطاع ناشئين في مصر يبقى من افضل قطاعات الناشئين في مصر. ظهر النهارده احمد ندى الحواش، ظهر محمد حمدي، ظهر زياد كمال، ظهر احمد جمال. هو ده الكونسبت اللي احنا شغالين عليه، اكدنا عليه كذا مره والناس كانت بتتكلم لا والخبرات مهمه طبعا، والكابتن تامر كمان برضو بيساعد حضرتك في كده، في يعني انك انت الكابتن تامر الاساس. طبعا مش بيساعد، انا قلنا الجهاز الفني بقياده تامر مصطفى. لا يعني هو الرؤى، التفاهم الرؤى وتقابل الرؤى. لا هو مهم جدا كابتن محمد، مهم جدا زي ما قلنا قبل كده، ان المدير الفني نفسه يبقى مؤمن بالايدنتيتي بتاعت النادي، وتامر مصطفى مؤمن بالايدنتيتي بتاعت النادي، بيديهم من جهده واحنا بنديهم من ضغوطنا. طبعا الموضوع فيه ضغوط لان التطوير بيبقى محتاج كده، ان انت تستحمل الضغط لغايه لما لاعبتنا واولادنا دول ياخدوا الثقه ويطلعوا يتحطوا في المكان المناسب بتاعهم. ده ظهر في ماتش النهارده، وظهر في انك اديت الفرصه كامله والثقه كامله لتامر مصطفى في الفتره اللي كل الناس قالت ان في مباراه انبي والبنك الاهلي. ده النهارده لو انبي اتغلب تامر مصطفى هيمشي، النهارده لو البنك بابا فاسيلو هيمشي. لا انا عايز اقول لك على حاجه، يعني بغض النظر عن الاسماء، احنا سياستنا واضحه، مجلس اداره ام بي سياسته واضحه في قصه المديرين الفنيين، واضحه وضوح ما بينفعش نرغي فيها. لا عمرنا اتكلمنا في خساره ولا عمرنا هنتكلم في خساره، انا قلت لك الكلام ده اكتر من مره، يعني احنا عمرنا ما بنقيم الموضوع بالخساره والمكسب، والدليل على كده المديرين الفنيين اللي قبل كده. قلت لك احنا الدوري المصري بالنسبه لنا متقسم اربع كوارتر، ثمان ماتشات ثمان ماتشات ثمان ماتشات، لازم المدير الفني لما بيجي ياخد فرصته. الكلام ده مش لتامر مصطفى، تامر مصطفى اللي بيننا وبينه اكدت اكتر من مره
اللي بيننا وبين تامر مصطفى مشروع، كل طرف فيه برافو عارف اهدافه كويس جدا. صح، تامر مصطفى ليه هدف انه يروح لابعد مدى في التخصص بتاعه كمدير فني، واحنا هدفنا ان احنا نعمل فكره الصرف الامن. مجرد ما كل طرف هيحقق اهدافه المشروع هيخلص في هدوء. عمر ما العلاقه اللي بيننا وبين تامر مصطفى علاقه نتائج، ولا عمرنا هنقول كده، يخسر يكسب يعمل. احنا فكرتنا فكره تطوير، مش الحساب بالقطعه، الحساب بمشروع. لا 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 خالص خالص خالص. فانا اصلا ما ردتش على الكلام ده، ولا عمري هرد عليه. يعني كلام يعني ما كلام ما ينفعش ارد عليه. مفيش مدير فني بيتعامل بالقطعه، يعني لازم نغير افكارنا شويه علشان نستحمل، عشان نعرف ننتج. الانتاج بيحتاج صبر، الانتاج بيحتاج ان احنا نشوف اخطائنا عشان نصلحها مش نحذفها. ما هو مشان المدير يعني ما انا يعني خلينا النهارده مدير فني اشتغل وغلط، صلح الاخطاء مش تحذفه. يعني لما حذفت الخطا يبقى قصه ان المدير الفني اضعف حلقه في المنظومه، انا شايف ان ده كلام برضه مش منطقي.